في مصر يقولوا انه البنات مكانهم المطبخ، طبيخ فود حلو كده، سي فود جميل، عايزين نستمتع يعني. هل النظرية دي اتغيرت يعني بدأنا نشوف لعبات كتيرة وكانت بعيدة شوية كرة القدم، دلوقتي بقت كرة القدم موجودة على رأس هذه اللعبات، هل انتهت هذه المقولة للأبد ولا لسه الست مكانها المطبخ؟ Donc si elles jouent au foot, elles peuvent plus cuisiner. إذا كنا يلعبن كرة القدم فإن بإمكانهن أن يطبخن بشكل جيد. Non, mais après, aujourd'hui, اليوم le football féminin كرة القدم النسائية est dans le monde entier. في العالم كله، موجودة في العالم كله. صحيح. En Arabie Saoudite, في المملكة العربية السعودية، في الصين، صحيح. Aux États-Unis, في الولايات en المتحدة، France, في en Belgique, فرنسا، في بلجيكا، في كل مكان. Ça voudrait dire qu'on se trompe de partout. هذا لا يمكن، et aujourd'hui, لا تخطئه عين ولا يمكن أن ينكره أحد. Regardez nos matchs. انظر إلى مبارياتنا وأخبرني هل هي كرة قدم سيئة؟ هذا ما تراه الآن هو نتاج 4 أشهر من العمل فقط، والأهلي يقدم كرة قدم نسائية جميلة، وهناك فرق سيدات تقدمنا كرة قدم لا يقدمها الرجال. إذا أنا لست مقتنعا بأن مكانهن الوحيد هو المطبخ. طيب تمام، بنات جنس ناعم لطيف كده، بس بشوفك عصبي، زعق، نرفز على الخط، يعني ده ما بيزعلش البنات منك؟ طبيعتك عصبي ولا احيانا بتعمل ده؟ كان مورينيو يقول ده جزء من الكوره عشان اعرف اسيطر على اللعيبه. يا ان بتي بو دي دو بيان اونتوندو. الاجابه هي خليط من الاثنين. نعم انا عصبي بعض الشيء، وأيضا أقوم بذلك لكي أستطيع من السيطرة على اللاعبات خلال المباريات. لا يمكن أن تفعل كل شيء تريده في 4 أشهر من العمل، لذا فإننا نقوم بمجهود مضاعف، وهذا يستهلك الطاقة والأعصاب. هذا جزء من طبيعة شخصيتي، ولا سيما أنني أحب النجاح ولا أحب الإخفاق.